مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الحداشر، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. وعنوان حلقتنا ابن تيمية يكفر مشايخ الوهابية. بعد ما شفنا في الحلقات اللي فاتت صدمة المسلم الوهابي العامي لما قرأ كتب العقيدة، وشفنا إزاي الوهابية الحنابلة بيثبتوا لله الجسم، وهفكركم بالفيديو للشيخ ابن عثيمين وهو بيقر ان لله جسم، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فما هو الجواب على ذلك؟ الان قلنا لازم ان يكون جسما وان يكون محدودا. نقول اذا لازم ان يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول انه ليس كاجسام المخلوقين. شفنا ابن عثيمين لما قال اذا لازم ان يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول انه ليس كاجسام المخلوقين. وبعدين قال وان لم يلزم ذلك فلا يلزمنا ان نلتزم به، ولا يكون قولنا باطلا بهذا الاثبات الباطل. وبعد الشيخ ابن عثيمين ما انتهى من جزء الشبهه اللي تتكلم عن الجسميه راح لكلمه محدود، ونشوف مع بعض هيقول ايه في الفيديو اللي جاي. اما كلمه محدود فإنها كلمة كالجسم لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لا نافيا ولا إثباتا. وردت عن بعض الأئمة بالإنكار وعن بعض الأئمة بالإقرار، يعني أن بعض الأئمة قالوا إن الله محدود أو له حد، وبعضهم أنكر ذلك. والحقيقة أن الخلاف لفظي عند التحقيق، لأنه إن أريد بالحد أن شيئا يحد الله فهذا منتف قطعا، لأن ما فوق المخلوقات هو ما في شيء والله تعالى فوق المخلوقات. وزي ما شفنا الشيخ ابن عثيمين بيقول أن كلمة محدود زي كلمة جسم لم ترد في القرآن ولا السنة ولا حتى في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا. وبعض الأئمة من قال إن الله محدود، ومنهم اللي أنكر إن الله محدود. لكن الوهابي عبقري زمانه قال في الحقيقة مفيش أي فرق أو أي خلاف بينهم، اللي يقول إن الله محدود يقصد نفس المعنى اللي يقول إن الله مش محدود. ولكن لو حققنا في هذا الخلاف لوجدناه خلاف لفظي. ليه؟ لأن الحد زي الجسم، لو كان قصده ان الحد ان شيئا يحد الله فهذا غير صحيح. يعني من الاخر نقدر نقول ان الله جسم محدود يعني. والمعنى الثاني خلينا نشوفه في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض. وان اراد بالحد البينونة عن الخلق فهذا هو معنى قول السلف انه بائن من خلقه. ولهذا انكار الحد مطلقا او اثباته مطلقا فيه نظر بل مفصل. ثم نقول قولكم انه يلزم من كونه على العرش ان يكون محدودا على محدود، اما كونه على محدود فهذا نسلم به، العرش مخلوق له حد، ولكن لا يلزم من استوائه على هذا المخلوق المحدود ان يكون هو ايضا محدودا، لانه فوق ما في شيء يحده، ليس فيه شيء يحده. وبهذا بطلت اعتراضاتهم وتبين انهم أرادوا أن يحكموا على الله بعقولهم. وزي ما شفنا الشيخ ابن عثيمين قال لو تقصدوا أن الحد هو البينونة عن الخلق هو ده معنى كلام السلف، وعشان كده إثبات الحد مطلقا أو نفيه مطلقا ده فيه نظر ومحتاج تفصيل. لو أنتوا قلتوا أنه يلزم من كون الله العرش أن يكون محدودا على محدود، نشوف العرش الأول. العرش مخلوق، والمخلوق ليه حد يبقى العرش محدود؟ ده أكيد. لكن لا يلزم أن الله علشان يستوي على المحدود يكون محدود، ما فيش شيء يحده. وبهذا بطلت اعتراضاتهم وتبين أنهم أرادوا أن يحكموا على الله بعقولهم. طبعا الكلام ده كله اللي نقلناه وعلقنا عليه بسبب الفيديو اللي جاي اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. ولكن لا يلزم من استوائه على هذا المخلوق المحدود أن يكون هو أيضا محدودا، لأنه فوق ما في شيء يحده، ليس فيه شيء يحده. وبهذا بطلت اعتراضاتهم وتبين أنهم
أرادوا أن يحكموا على الله بعقولهم. ابن عثيمين بيقول إن فوق ما في شيء يحده، وهنا في سؤال للوهابية، أمال إزاي يكون محدود في ذاته؟ والنقطة دي هيوضحها لنا ابن تيمية في المرجع اللي احنا هنشوفه من كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. ابن تيمية بيقول لا صفة فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية، وقولك لا حد له تعني إنه لا شيء. قال أبو سعيد والله تعالى له حد لا يعلمه غير، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، لكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله، ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان. يعني أنت لو قلت الله لا حد له معناه أنه لا شيء، بس في نفس الوقت ما تتخيلش الحد، وكمان عند حد مكان وهو على عرشه فوق سماواته. وخلينا نوصل كلام ابن تيمية في نفس المرجع هيقول لنا ايه. قال وسئل ابن المبارك بمن نعرف ربنا؟ قال بانه على عرشه بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. حدثنا الحسن ابن الصباح البزار عن علي ابن الحسن ابن الشقيق عن ابن المبارك قال فمن ادعى ان ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى انه لا شيء، لأن الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، إني متوفيك ورفعك إلي، إليه يصعد الكلام الطيب. فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. كلام ابن تيمية ده عكس كلام الشيخ العثيمين اللي بيقول ان الله مش محدود. ابن تيمية بيقول ان الله ليه حد في ذاته، وان مفيش اي انسان يقدر يتخيل الحد ده، لان مفيش ولا مخلوق يعرف غاية الحد ده، يعني نهاية حد الله لا يعلمه الا الله فقط، يعني الله محدود وليه نهاية. ابن تيمية قال جملة مهمة جدا هنقراها مرة تانية بشكل سريع ومختصر. وابن تيمية بيقول فمن ادعى انه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى انه لا شيء، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. يعني اللي يقول ان الله ملوش حد او الله مش محدود بحد ذاتي ده بيكون رد القرآن، وقال ان الله عدم، واللي ينكر ان الله محدود فهو كافر بالقرآن. والمفاجأة ان ابن عثيمين بينقل لنا ان في أئمة من أئمة الحنابلة او الوهابية السلفية بينكروا ان لله حد، ونشوف كلام الشيخ ابن عثيمين وهو بيقول الكلام ده في الفيديو اللي جاي. وردت عن بعض الأئمة بالإنكار وعن بعض الأئمة بالإقرار، يعني ان بعض الأئمة قالوا ان الله محدود او له حد، وبعضهم انكر ذلك. وهنا في سؤال مهم، ابن عثيمين قال كلمة محدود مش موجودة في القرآن ولا في السنة، إزاي ابن تيمية بيكفر اللي ينكرها ويقول فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. المشايخ بيكفروا بعض على كلام أصلا مش موجود. الوهابي بيقول جائز إنك تسأل أين الله والجواب يكون في السماء، وطبعا السماء مكان. من الآخر الوهابي مجسم بيقول إن الله جسم، وده سمعناه من كلام ابن عثيمين مش استنتاج، قال الجسم باللفظ الصريح. وابن تيمية أكد إن لله حد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. إزاي محدود وابن عثيمين بيقول مش محدود؟ إزاي الوهابية بيقفوا بين الاتنين؟ ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي، والشيخ الأشعر الدكتور نبيل الشريف مرة تانية هو بيأكد بصريح العبارة إن الوهابي مجسم كافر. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو المجسم؟ الذي يثبت لله المكان مجسم. وزي ما شفنا الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف بيقول إن الإمام الشافعي قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو المجسم الذي يثبت لله المكان؟ هو يجسم الله، ومش بيجسم الله وبس، ده كمان بيقول إن الله محدود. يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وكل مشايخ الوهابية وعوام الوهابية مجسمة كفار.
ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا الشيخ ابن عثيمين قال كلمة حد فإنها كلمة كالجسم، لم ترد في القرآن ولا السنة ولا في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا. وردت عن بعض الأئمة بالإنكار وعن بعض الأئمة بالإقرار. وأكد الكلام ده الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن لله حد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله، واستشهد ببعض آيات من القرآن. وبعد كده شفنا الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف بيقول إن الإمام الشافعي قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو الذي يثبت لله المكان هو مجسم، ومش مجسم وبس، ده كمان محدود. وابن تيمية بيكفر من لا يؤمن بالحد. وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل معركة أين الله، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.